السلام عليكم حبايبي واصحابي. النهارده في حلقتي معايا عبد الخالق بيه بسيوني، عضو مجلس اداره نادي الجهاد. انا تعمدت ان هو يشرفني النهارده في الحلقه بتاعتي من قلب النادي، من جوه نادي اصحاب الجهاد، علشان يكلمكم كراجل فاهم ومتقن العمليه الرياضيه في مصر، وراجل مسؤول عن العمليه الرياضيه في مصر. فهو هيكلمنا شويه عن موضوع الرياضة، اتفضلوا هو مع حضرتك. اتفضل. مساء الخير السادة المشاهدين. احنا طبعا بنتكلم على نادينا، هو نادي اصحاب الجهاد، هو نادي اسمه نادي اصحاب الجهاد الرياضي الثقافي الاجتماعي. فكلمة الرياضي دي من اولوية حتى المسمى بتاع نادي اصحاب الجهاد. فاحنا كنادي اصحاب الجهاد مشتركين في 14 اتحاد رياضي، عندنا فوق 5-6 آلاف لعيب مقسمين على جميع الأنشطة الرياضية. فأنا بلعب في دوري كرة اليد للمحترفين، وبلعب في دوري السلة للمحترفين، وبلعب في دوري الطايرة بنات في المحترفين، وبلعب دوري تنس طاولة للمحترفين. فإحنا عندنا 4 أنشطة رياضية عالية بنلعب فيهم على أعلى مستوى، زائد المراحل السنية اللي موجودة عندنا بنحقق فيها بطولات كتيرة جدا. دي كانت طفرة رياضية بالنسبة لنادي أصحاب الجهاد، إن احنا نوصل للمراكز دي ونوصل للعب الإقليمي اللي بيمثل مصر. فده بالنسبة للأنشطة الرياضية القائمة تحت إيدينا دلوقتي. طبعا كان لازم جنبا إلى جنب يبقى فيه نهضة إنشائية، فطبعا النهضه الانشائيه دي لازم نهضه رياضيه، نهضه انشائيه بنقوم باقامه ملاعب. فاحنا قمنا بانشاء ملعب لكره السله، وانشاء ملعب بكره اليد مغطى بالترتان، وانشاء ملعب سباعي لكره القدم بنحضروا فيه ولادنا التدريبات، والفرق الرياضيه بتبقى موجوده في ملاعب اخرى. طبعا النشأة النهضة الإنشائية اللي احنا عملناها هي اللي كانت العمود الأساسي ان يبقى عندي نشأة رياضية. وطبعا بيتم إنشاء دلوقتي وتطوير وإنشاء حمام السباحة، عشان طبعا فرق الخماسي وبطولات السباحة اللي مقامة في مصر حاليا قدامه يعني فترة صغيرة قوي ويتم الافتتاح. طبعا حمام السباحة هيعمل لنا طفرة كبيرة جدا في تدريبات، لانه ملعب حمام السباحة ده عبارة عن 12.5 × 25 حمام تدريبي، و7.5 × 10 ده حمام عادي للاطفال. وطبعا احنا عندنا كرة القدم بنلعب في الدوري الرابعة، ان شاء الله هنخش الدوري الثالثة السنة دي، وتبدأ المنظومة تمشي في مسارها اللي احنا كمجلس اداره بقياده الاستاذ سيد سمره رئيس مجلس الاداره، اللي هو بيحط التصور الكامل للنهضه الانشائيه والنهضه الرياضيه اللي موجوده في النادي عندنا. وطبعا لما نقوله بقى نادي اجتماعي، نشاط رياضي اجتماعي، فاحنا بنقيم المنشآت الاجتماعيه زي الصاله الشتويه اللي موجوده على احدث تطوير، موجود صاله مكيفه على اعلى مستوى، وعاملين ودلوقتي كمان صاله موجوده في المقصوره، وصاله تحت انشاء صاله ال40، والمنشا الاجتماعي الجديد اللي بيتم ان شاء الله عمله وانهائه والبدء فيه. وطبعا مش هنقدر نقول لكم اكتر، السينما اللي موجوده عندنا بنزيل عليها المباريات كمان، وبتعمل تجمع اجتماعي عالي جدا في النادي اللي يجي ويشوف. بنزيع كل المطوشه المتشفره اللي بتزاع على القهاوي بره والاماكن المقفوله، لا احنا بنزيع في الهواء الطلق، وبناخد فيها الاجراءات الاحترازيه اللازمه عشان نقل الفيروس، ان احنا نكون عاملين اعلى مستوى حصر كامل. دي وكمان عاملين المنشأ اللي هو عاملين الشهر العقاري الجديد المتطور، اللي هو المميكن، وده من اعلى خدمات موجوده في اسكندريه. وطبعا بيشرفنا ان احنا في نادي الجهاد بنكون احنا المقامين عليها بعد النوادي الكبيره، ان احنا نحمل
شهر عقاري مميكن لخدمة أعضائنا، مقتصر على أعضائنا. طبعا اللي يجي ويتفرج على النادي دلوقتي يعني طبعا بيحكم عليه تطور في كل مكان، تطور في في في, في شبابنا، تطور في في, في شبابنا بالرياضة. انت عارفين الرياضة قيمتها ان احنا بنبعد شبابنا طبعا عن اي حاجة خطر في الخارج، لان ارتباط الشاب بالرياضة هو ارتباط يعني كل الناس بتتمنى عيالها يطلعوا رياضيين ويبعدهم عن البقر اللي بره دي، اللي هي ممكن عيلنا فيهم يمشي ماشي مش كويس، يقف مع شلل مش كويسه. احنا مراعيين الكلام ده، وكل ما اولادنا يتقدموا في الرياضه كل ما هم بتفيدهم في مستقبلهم، بتفيدهم في انشطه رياضيه، بتفيدهم في كليات عسكريه، بتفيد كل الكلام ده. فدي نبذه سريعه كده عن النادي وتطوراته وانشاءاته. ونرجو يعني من الناس انها تتفرج بعين واقعيه كده وتشوف النادي ده كان واصبح شكله ايه دلوقتي. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك جدا. ومن الواضح فعلا ان في طفره قويه جدا في النادي على ايد المسؤولين ومنهم سعادتك. بس انا عايز نصيحه صغيره للشباب، بما ان برنامجنا والقناه بتاعتي اسمها ways of morality، يعني طريق الاخلاقيات او طريق الاخلاق. فانا عايز من حضرتك نصيحه صغيره للشباب بتوعنا ان هم يتجهوا للرياضه، حضرتك تنصحهم بايه؟ والرياضه ادب واخلاق وذوق. فيعني انا بطلب من شبابنا ومنهم ولادي ان هم يمارسوا الرياضه، لان الرياضه دي انا مش عارف اقول لكم ايه، لانها بتحميك دلوقتي وبتحميك لما تكبر في السن. تمام. بتبعدك عن الامراض. الجسم الرياضي والشخص الرياضي ده بيديله صحة. وانتوا عارفين الصحة يعني ايه؟ يعني حتى المرض اللي موجود دلوقتي الكوفيد ده ما عندوش علاج الا الصحة. يعني لحد يقول انه في حاجة الصحة، مناعتك كويسة وصحتك كويسة وتمارس رياضة انت في امان في اي مرض. تمام. والقعدة بعيد عن الرياضة دي عرضة لكل شيء. فربنا يكفينا ويكفيكم شر المرض، ويا رب كده اولادنا تخش في الرياضه. ان احنا عندنا كل انواع الرياضات، انت شوف ميولك ايه، سباحه، كره يد، كره طايره، كره قدم. احنا عندنا منظومات في كل لعبه. في كره القدم عندنا احسن مدرب في مصر عيد احمد، كابتن الاتحاد السكندري السابق، بمنظومته الرياضيه الكامله ومدربين على اعلى مستوى. عندنا منظومة كرة السلة بقيادة الكابتن وسام جابر مدرب منتخب مصر، أعلى منظومة في كرة السلة اللي موجودة في اسكندرية. عندنا كرة اليد بقيادة وليد شبرة من أعظم مدربي كرة اليد في اسكندرية. دي كلها منظومات بيقودها النشاط الرياضي تحت قيادة الأستاذ سيد سمرة رئيس مجلس إدارة نادي الجياد. منظومة كاملة متكاملة. شوف انت غاوي لعبة ايه، رياضة، سباحة، كرة قدم، كرة يد، فولي، جودو، كاراتيه، اللي انت عايزه هتلاقي مجالك مفتوح. انت بس تيجي وتقابل النشاط الرياضي وشوف اتجاهك ايه، واحنا نقدر نلحقك في اي اتجاه انت بتحبه. ما شاء الله. شكرا جزيلا. شكرين لمعاليك عبد الخالق بيبسيوني، ألف شكر يا فندم. ومن نجاح لنجاح، إن شاء الله نيجي بعد سنة كمان نلاقي النادي ده أحسن نوادي مصر بإذن الله. إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب للفيديو. شكرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.